السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله. حريق هائل بمجمع تجاري في وسط العاصمة السودانية. اندلع حريق هائل في مجمع تجاري في السوق العربي بالعاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الأربعاء بسبب تماس كهربائي وتسبب في أضرار مادية كبيرة. وقال اللواء عثمان عطا مصطفى مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم أن بلاغا ورد إليهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم يفيد باندلاع حريق في سوق نفاشة بشارع الجمهورية. وذكر شهود عيان أن الحريق بدأ من محل بيع أجهزة وهواتف المحمول وملابس في المجمع الذي يقع جوار برج البركة وخلف أضرار مادية بالغة في المحال التجارية، بينما لم تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية. وأفادت وكالة الأنباء السودانية باندلاع حريق صباح اليوم بمجمع نفاشة التجاري بشارع الجمهورية وسط الخرطوم. ونقلت عن مصادر مطلعة بالدفاع المدني قوله أن الاندلاع الحريق جاء نتيجة انفجار محمول كهربائي، مشيرا في ذلك إلى ارتفاع الضغط الكهربائي بدرجة تجاوزت طاقة المحول. وأوضح مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم أن اتساع نطاق الحريق وامتداده أرسل المزيد من العربيات الإطفاء للمساعدة في السيطرة على الحريق. وأعرب أصحاب المحال التجارية والعاملون في السوق عن صدمتهم أمام ممتلكاتهم التي أتت عليها النيران. وحمل أحدهم هيئة الكهرباء المسؤولية عن الحريق. وقال أبلغتهم منذ أيام بالخلل ولم يستجيبوا، مضيفا لو أبدوا اهتماما لما وقع هذا الحريق. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.